احنا نتكلم يعني عن شيء احنا تكلمنا فيه من زمان، يعني موضوع المثلث الذهبي هو اساس المشروع اللي احنا موجودين فيه، هو مينا صفاقة. مينا صفاقة تم الحمد لله اعتماده من البرلمان، والحمد لله في طور التوقيع النهائي اليوم، لكن هو اليوم حاليا في طور الانشاء. فهذا مشروع هو اللي يخدم موضوع المثلث الذهبي، واساسا يعني وجود الاستثمارات اللي تخص البنيه التحتيه اللي تكلم عليها معالي الوزير هي اساس يعني جذب الاستثمار اللي احنا نتكلم فيه، واساس وجود مينا صفاقة. مينا صفاقة لوحده بدون سكك حديد، بدون نقل بري، بدون هالاشياء كلها يعني غير قابل للوجود. يعني وقعتوا منذ عدة أسابيع مجموعة من الامتيازات في عدة موانئ مصرية، منها الغردقة، شرم الشيخ، السخنة. متى يبدأ التنفيذ؟ والله الأوقات الزمنية لكل مشروع مشاريع تتفاوت. نحن اليوم وقعنا يعني اتفاقات تعاون في هالمجال، ونحن في نقاشات مستمرة بهالخصوص. يعني إذا صارت يعني الأمور وتوقعت بتكون في مراحل مختلفة، يعني في شيء بيكون السنة الجاية، في السنة اللي بعدها، على حسب الوقت الزمني، على احتياج الاستثمار في البنية التحتية أو الهيكل أو البنية الفوقية. يعتمد كل مشروع، يختلف عن المشروع الثاني. حجم الاستثمارات اللي بترصدها موانئ أبو ظبي لهذه العقود؟ والله الاستثمارات، كل استثمار له ميزانية خاصة، بس الأرقام حاليا يعني بتم يعني نشرها في وقت لاحق في وقت المناسب. عين السخنة تحديدا يعني؟ لا أنا أقول كل يعني هذا في يعني احنا نتكلم عنه، أن هذه في مناقشات، الأرقام تكون في طور النهائي لما يعني تخلص المناقشات كاملة. قبل المناقشات الأرقام ما تكون يعني جاهزة. وهل في الآن مباحثات مع الحكومة المصرية للحصول على امتيازات جديدة في قطاع الموانئ؟ والله نحن اليوم في قطاعات كثير، يعني اليوم في شيء إضافي ممكن يكون في المستقبل، لكن اليوم نحن تكلمنا يعني نتكلم عن صفاقة اللي هي أساسا في عقد، ونحن تكلمنا في عنا مذكرات تعاون مبدئية في شرم الشيخ والغردقة وعين السخنة، هكذا يعني وفي أطوار مختلفة يعني نتكلم فيها. يعني في زيادة التعاون، باب التعاون مفتوح بين البلدين أمانة، ونحن نرحب بأي شيء وهم مرحبين يعني من الجانب الآخر يعني، فهذا شيء مشجع بالنسبة لنا.